دي تفاصيل وعندي اخبار مهمه في القلعه الحمراء النادي الاهلي، خليني استهلها مع حضراتكم بهذه المداخله من السيد امير الحيزم الامين العام لنادي اتحاد المنستيري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك وخالص تحياتنا ليك ولكل الاشقاء في تونس. اهلا بيك كابتن فايق، واهلا كافه مشاهدي لقناتكم، اهلا وسهلا بحضرتك. منورينا في اهلا تونس. وسهلا بحضرتك، وخليني اسالك عن حقيقة تأجيل مباراة الأهلي المقبلة، الاتحاد المنستيري والأهلي من دور 32، هل المباراة ستؤجل؟ هل المباراة في موعدها؟ حضرتك موجود معانا عشان تدينا المعلومة السليمة. لا، بالنسبة لي مقاولة الأهلي باش تكون إن شاء الله في ميعادها هذاك، هو ميعاد 9 أكتوبر. كل التحضيرات معناتها اللي قمنا بها ما زالت متواصلة، ما ثم حتى أي إشعار أو أي كلام في تأجيل معناتها المقابلة هذه. اللي صار اليوم اللي هو وقع تأجيل الجولة الافتتاحية من الدوري التونسي صحيح. الممتاز، هذا هو اللي صار. أما بالنسبة لمقابلة الأهلي ما فما حتى فكرة لتأجيل المباراة هذه. ما فيش اي نيه للتاجيل، يمكن احنا متابعين شويه الاحداث في تونس فيما يتعلق بتاجيل انطلاقه بدايه او انطلاقه الدوري التونسي وابعاد ده، عشان كده حبينا ان احنا نعرف لو كان في ابعاد تؤثر على مباراه الاهلي. ولذلك خليني برضو استطلع من حضرتك واعرف منك ما هي الاسباب الحقيقيه فيما يتعلق بتاجيل الجوله الافتتاحيه. هو البارح كان صدر قرار من الكاس من المحكمة التحكيم الدولية في خصوص قضية كان رفعها فريق هلال الشابة اللي كان نزل للفريق للمستوى الثاني في الدوري التونسي، وكان القرار هذا يقضي بإرجاع الفريق إلى دوري الممتاز. لهنا صارت شوية لخبطة كما يقولوا على الرزنامة، وكان اليوم هي المفروض انه تدور المقابله الافتتاحيه في الجوله هذه، الا انه سلطه الاشراف اي وزاره الشباب والرياضه كانت طلبت من الجامعه التونسيه تاجيل معناتها المقابلات الى حين معناتها بلوره معناتها تكون ثم طلبات هلال مواعيد. الشابة، لأنه كما علمنا أنه كان ليهم طلبات بالضبط معينة أرسلوها لوزارة الشباب والرياضة. بالضبط بالضبط، ذاك ذاك هو علاش ما تم تاجيل معناتها الجوله الافتتاحيه، وماذا عنده حتى علاقة بمباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والأهلي المصري اللي إن شاء الله باش تدور في ميعادها المحدد. وبالعكس توقيت المباراة هيبقى الساعة كام؟ و اتفضل يا فندم. الساعة 3 عصرا. الساعة 3 عصرا. هل خلاص الموضوع متعلق بالتذاكر، عدد الجماهير حدد ولا لسه؟ لسه هذا الموضوع ما زلنا متابعينه مع وزارة الداخلية، وان شاء الله في جلسه امنيه باش تمش لحد اليوم عندها تحديد الزمان بتاعها، وفيها ان شاء الله باش يتم تحديد عدد الجماهير. احنا كنا طلبنا زاد من وزاره الداخليه انها تسمح للجماهير المصريه باش تكون حاضره، باعتبار وانه ما تعرف انت في الدوري التونسي فما كان الجماهير الفريق المحلي لا تحضر. احنا طلبنا صفه استثنائيه معناتها تمكين الجماهير المصريه باش تحضر معناتها في المقابله هذه. وإن شاء الله متوقع قد ايه يحضر سيد امير من جماهير النادي الاهلي؟ والله ان شاء الله مش يكون 200 او 300 فرد، هذا هو هذه الطاقه القصوى معناتها اللي نجم نقدر فيها. طيب هل الدخول بيبقى بالجواز السفر ولا ده بالنسبه بس للجاليه المصريه اللي موجوده في تونس؟ الموضوع ماشي لا، ازاي؟ هو كل ما هو مصري احنا باش نعمل تذاكر معناتها باش تكون بتتوزع بالمجانه على الاخوه المصريه المصريين معناتها، ويتم الاستظهار بها والدخول بها للملعب. بها بيكون معناتها وثيقه تعريف تثبت له هو مصري فقط. صحيح. سيد أمير أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا، وخالص تمنياتنا لكم بالتوفيق، وإن شاء الله بإذن الله مقابلة تنافسية محترمة في كرة القدم بين الأهلي والاتحاد المنستيري. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا سيد أمير الحيزم، وهو الأمين العام للاتحاد المنستيري.